متابعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم حكاية الفيراجيست. ضيفنا لهذه الحلقة مشجع ودادي غني عن كل تعريف، وباش ما نطولش عليكم نخليو المشجع ديالنا يعرف الجماهير بنفسه. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة في جريدة السافر 24. مرحبا بك. معكم طارق خياطي، ودادي، ابن الدار البيضاء، وخاص او بالضبط بالحي المحمدي. اذا الاخ طارق، كنشكرك على تلبيه نداء البرنامج اولا، ويمكن لك تعود لنا علاش عشقتي فريق الوداد الرياضي وما عشقتيش شي فريق اخر؟ بالنسبه علاش عشقت الوداد، حيت الوداد معروفه اولا، وفي الوقت اللي انا حبيت الوداد يعني كانت يعني معروفه بوداد الامه، انا سمى المرحوم محمد الخامس بوداد الامه، وفي ذاك الوقت ما كاينش شي واحد ما كيبغيش الوداد، لان فريق الوداد الرياضي في تلك الفتره يعني كان فريق معروف وفي اوج العطاء ديالو. دائما في نفس الموضوع الاخ طارق، يمكن لك تعود لينا على اول ديبلاسمو، اول تنقل لك مع فريق الوداد الرياضي، وبشحال انتهت المقابله، وشنو اللي ميز هذا اول تنقل، وشنو هما الاحداث اللي بقاو مترسخين في الذهن ديالك خلال هذا التنقل الاول مع فريق الوداد الرياضي؟ اول تنقل كان في 1988 89 اذا ما خانتنيش الذاكره، في المقابله ديال الوداد مع الكوكب المراكشي، مقابله الشهيره اللي كانت الوداد خسرت فيها، واللقب كانت الوداد ربحت فيها بهدف ديال بن عبيشه. هدف بن عبيشه، نعم. اذا في خلال هذه المقابله وهذا التنقل اللي تنقلتي مع فريق الوداد الرياضي، واش في العوده ديالك الى مدينه الدار البيضاء وقعوا شي احداث شي مشاكل، ام ان العوده كانت يعني بسلام؟ كنت انا ذاك صغير في السن يعني ما غاديش نعقل بالضبط، ولكن العوده كانت بسلام ولله الحمد، حيت تنقلت مع الاب ديالي كان كيبيع ويشري انا ذاك في الملعب. ويمكن لك تعود لنا على أسوأ تنقل مشيتي مع الوداد الرياضي ووقعوا فيه أحداث شغب وأحداث خطيرة اللي ربما خلاتك في واحد الوقت على أنك تقول يعني هاد الرياضة ما عندنا ما نديروا بها؟ يعني أسوأ تنقل كان في مدينة الحسيمة، لمدينة الحسيمة. يمكن لك تقربنا من الأحداث اللي وقعت في مدينة الحسيمة؟ وكانت احداث لا رياضيه بكل صراحه، وكنتمناو يعني ما يبقاوش يتكرروا بحال هذه الاحداث، راه معروفه يعني المقابله ديال الحسيمه في الحسيمه كانت معروفه، يعني لا داعي لذكر يعني شي تفاصيل باش نتفاداو الشغب، باش نقول لك خاص الجمهور يتحلى بالروح الرياضيه، سواء كنت خاسر او لا رابح او لا التعادل، راه هذو هما النتائج اللي كاين في كره القدم. اذا الرساله ديالك لهاد الناس اللي كيشوهوا صورة المنظر الرياضي من خلال أحداث الشغب، تيكون الإنسان أنه عنده مثلا يوم السبت أو الأحد يوم عطلة، كيمشي يبغي يساند الفريق ديالو غادي غير يشجع، حتى كيتفاجأ بأحداث مثل أحداث الحسيمة اللي ذكرتيها، شنو الرسالة اللي توجه لهاد الناس اللي كنعتبرهم على أنهم دخلاء على الرياضة، لأن اللي كيبغي الرياضة ما كيرتكبش مثل هاد السلوكات، شنو رسالتك اليوم؟ الرساله ديالي لهاد الناس انهم يعني اللي ما عندوش علاقه بكره القدم ولا بالنادي ديالو يحاول انه ما يمشيش مثلا لعبه الوداد، انت ماشي ودادي ما عندك ما دير في المواحد ديال مركب محمد الخامس او شي مدينه مثلا. نعم. ماشي انا مثلا لعبه الوداد مثلا في مراكش وغنجي انا نجي لدولور ومدندور، يعني غادي تما الا هو باغي نخلق البلبله او الفتنه، هذا هو اللي كاين، وكره القدم راه اخلاق، اولا هي اخلاق قبل كل شيء. إذن كرة القدم أخلاق ورياضة أخلاق بصفة عامة، وكنوجه من خلال هذا المنبر رسالة لكل اللي كيرتكب سلوكات سيئة كتشوه المنظر الرياضي، باللي الرياضة أخلاق، وباللي الرياضة خاصة تنحاصر التشجيع والإبداع، وباللي المشاكل راه غير كتشوه الصورة والسمعة ديال الرياضة، وكتخسر الصورة ديال الجماهير اللي كتبداع واللي كتقوم بمجهودات جبارة، ونتمنوا ما نعاودوش نشوفوا في الملاعب ديالنا مثل هذه الاحداث. اذا الاخ طارق، يمكن لك تقول لنا شنو عاجبك في الوداد الرياضي حاليا على جميع المستويات، تسيير، فريق، تدريب؟ والحمد لله الوداد في السنوات الاخيره يعني كان يعني استقرار الاداري راه كاين تقريبا، لا بالنسبه للرئاسه لا بالنسبه للاداره التقنيه. شنو نقول لك، غير هي خاص الجمهور يصبر شويه، ما يمكنش مثلا دابا يلاه جا مثلا المدرب غنخسر ماتش مثلا في نيجيريا غنبدا نعرف يعني نسب في اللعابه وفي المدرب لا. غنتوقف معاك عند هذه النقطه.
مؤخرا الدولة بأن الصفحة الرسمية لنادي الوداد الرياضي كان هناك تعليقات مشينة ومخلة بالحياء، شنو التعليق ديالك على هاد الناس اللي كيقوموا بمثل وكيتلفظوا بمثل هاد الألفاظ في حق فريقهم؟ وهاد الناس الله يهديهم، كيف قلت لك قبل، كرة القدم على أخلاق، إلا ما كنتيش متخلق بلا ما تشجع الوداد ولا شي فريق، هذا هو اللي نقدر نقول. يعني الصفحة الرسمية ناقلة، حنا دابا كيف ما درنا الصفحة الرسمية ولا نادي الوداد كيف ما دار مع الجمهور، وحنا نقلوا الماتش كيدخلوا يبداو يسبوا وداك الشيء، ما نقلوش الماتش، لا علاش ما نقلوش الماتش؟ فخاص الإنسان يصبر يتحلى بالروح. إذا رسالتك اليوم هي الصبر. هي الصبر. وشنو الحوايج اللي ما عاجبينكش في الوداد الرياضي أنت حاليا كمشجع كاي عليهم وما باغيهمش يكونوا؟ وانتقادات اللي كتوجه باش يتصلحوا. الحاجه الاولى هما الاثمنه ديال التذاكر. اثمنه التذاكر يعني في المتناول ديال الجميع. نعم، لان وثائق الاشتراك، يعني واش يعني واش واحد غادي يخلص مثلا 1550 درهم شويه ماشي في المتناول ديال الجميع، او مثلا 550 درهم. كان على يعني الاداره والمسؤولين يفكروا في الجمهور. الجمهور يعني العام اللي فات ضحى، يعني كانت كما كتقول كان على الاداره على انها تاخذ بعين الاعتبار الوضعيه الماديه ديال المشجعين، كاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش، كاين اللي ما خدامش. نعم، هذا من جهه. وبالنسبه للجانب التسييري وجانب ديال التدريب، شنو الاشياء اللي كتشوف على انهم ما صالحينش النادي الوداد الرياضي وتبغيهم يتغيروا؟ اولا نبداو بالمدرب، شنو هما السلبيات اللي كتشوف على انهم كاينين في المدرب الحالي لنادي الوداد الرياضي؟ بالنسبه للمدرب، حنا ما غاديش ندخلوا في يعني في الخدمه ديالو، حيت حنا كجمهور المكان ديالنا هو في التيران نشجعوا 90 دقيقه، ولكن ما فيها باس الى غير تسالنا، حنا ما ندخلوش في العمل ديالو. بحال مثلا العام اللي فات مع وليد الركراكي كان يعني فرحان رسمي، كانوا شي لعبه يعني رسميين، جا يعني سي عموته يعني بحال بغى يبدل التشكيله، راه ما يمكنش، خاص اللي بغى يبدل يبدل في واحد الوقت ماشي في مقابله يعني مهمه لي ماسيريه، غادي تبدل تعيد الدفاع كامل راه ما يمكنش. اذا يعني هذا كيتعتبر يعني مخاطره مستقبل الفريق. تمام، وهادشي اللي ربما غضب بعض الجماهير. تمام. يعني الرساله واضحه الاخ طارق، ولا فضلناك بين وداد الركراكي وداد عموته؟ وكل مدرب هو عنده الخصوصيات ديالو. هو وداد الركراكي كنا بكل صراحه كنطمئنوا، وداد الركراكي شويه كتبقى خايف ما عارفش التشكيله اللي غتدخل. وحاجه اخرى، واحد الرساله غنوجه لعموته، واحد الطلب بسيط. تفضل. بغيناك ملي تكون في البونتوج تضحك شويه، راه اللعاب راه غتخلعي بديك التغوبيشه ديالك، كندخلوا حنا ما متفائلينش حتى مغوبش، بالعكس ضحك، راك مدرب كتدرب احسن نادي في المغرب وثاني احسن نادي في افريقيا و 48 عالميا لوين، راك كتدرب نادي اللي هو 48 عالميا، فخاصك تكون متفائل باش الجمهور تا هو حنا راه معاك. الركراكي فجا حنا كنا كنساندوه، ومعروف هذيك القضيه سير سير سير، حنا بغيناك حتى تكون سير سير ونمشيو معاك، يعني نديو العصبه ونديو البطوله ونديو لمن الرباعيه كاع. اذا الرساله واضحه الاخ طارق، اكيد انك كتكون في الملعب كتنال الاعجاب ديالك شي اغنيه وداديه، يمكن لك تقول لنا اغنيه اللي كتعجبك بعيدا عن سب او قذف لاي جمهور من الجماهير الاخرى. تماما، حنا الحمد لله الجمهور ديال الوداد يعني متخلق. الحمد لله. الاغاني يعني كاملين ديال الوداد كاملين زوينين، يعني ما غاديش نقدر نختار، ولكن اكيد غتكون عندك اغنيه متميزه، لان كل عاشق عنده واحد الاغنيه اللي عنده معها حكايه خاصه. كاين الاغنيه ديال حياتنا حمراء وبيضاء هي غرامنا في الدنيا، وكاين عاوتاني اغنيه ديال شعل الفلام ضب بالكورفه، يعني الاغاني ديال الوداد تقريبا الحمد لله كاملين زوينين، وما فيهم شي كلام اللي ماشي تلبيه. الحمد لله، هذا كيدل على وعي الجماهير الوداديه وعلى الرقي وعلى المكانه المميزه اللي كتحظى بها جماهير الوداد الرياضي وباقي الجماهير الاخرى. اذا كنشكرك الاخ طارق على تلبيه نداء البرنامج، ومرحبا بك في قناة سفير 24، ولنا الشرف أننا نستقبلوا مشجع ودادي في المستوى. وكنشكرك مجددا على القدوم ديالك البرنامج ديالنا. إلى هنا متابعينا الكرام، تنتهي حلقتنا من برنامجكم حكاية الفيراجيس، نلتقي في حلقة أخرى دائما عبر قناتكم السفير 24، كونوا في الموعد.